اول سؤال هنا بيقول لك find the result of each of the following 3x plus 2x فطبعا already هيطلع لك هنا ايه 5x طب 5x minus 2x هيطلع لك في الاخر برضو هنا ايه 3x ما فيش اي حاجة صعبة هنا لما يجي يقول لي مثلا 4x minus 7 minus 11 اقول له هنا 4 minus 11 هيطلع لك بنيجاتيف 7 ما تقوليش 7 حسب لك غلط نيجاتيف 7x وهنا نيجاتيف 7 مع نيجاتيف 3 الساين هنا بيكونوا سيميلر فبالطبع ان احنا ايه هنجيب الصم بتاعتهم هيطلع لك بنيجاتيف 10x هيطلع لك هنا ايه نيجاتيف 10x تمام ماشي طب هنا بيقول لك نيجاتيف 5a باور 2 بلس 3a باور 2 هنا لما يجي يقول لي نيجاتيف 5 بلس 3 انت الساين هنا عندك ديفرنت فتعمل سبتراكت لما يكون ديفرنت فبنعمل سبتراكت هيبقى 2 وبنحط الساين بتاع الجريتر من الجريتر هنا ال 5 الساين بتاعتها بالنيجاتيف a باور 2 هنا برضو نيجاتيف 2 بلس 3 انا عندي هنا الساين هنا بيكون ديفرنت فنعمل سبتراكت 3 ماينس 2 ب 1 وال 1 ما بيتكتبش طيب الجريتر هنا اللي هو 3 الصم بتاعته بوزيتيف فبرضه بوزيتيف ما بيتكتبش هنكمل بقى نكتب هنا الفاريبلز اكس باور 2 والواي طيب المساله ديت هنا برضه نفس الكلام 2a بلس 3a ماينس 4 هناخد ال 2 بلس 3 5 5 ماينس ال 4 1 1a وال 1 ما بيتكتبش طيب هنا 3 بلس ماينس 2 1 1 بلس 5 6 6 ماينس 6 0 خلصت مستر هنكتب 0 اي بي حبيب قلبي هي 0 ما هي 0 ملتبلاي الاي بي ب 0 فكلها على بعضها ب 0 5 اكس اوفر 4 بلس 3 اكس اوفر 4 هنا عادي نجيب السم عادي بتاعت الفراكشنز الدنومينيتور هنا بيكون لايكس هناخد هنا 4 وناخد ال 5 بلس 3 هيكون ايكوالز ال 8 الاكس ونسيبها كده؟ لا ليه؟ يعني انا عندي 8 ديفايدد 4 انا ممكن اعملها ديفايدد 4 8 ديفايدد 4 هيكون 2 2 الاكس يكون عندي هنا ايه 2 الاكس طيب دي بالظبط نفس الفكره دي 1 3 ماينس 1 2 2 اكس اوفر الايه 7 ومالهاش سمبليفاي هتسيبها كده طيب هنا بيقول لك سبتراكت واي باور 2 فروم نيجاتيف 3 واي باور 2 زي ما قلنا طبعا سبتراكت يبقى سبتراكت بدل ما قال سبتراكت يبقى بنعمل ماينس اللي بعد فروم بيجي الاول اللي هو ده نيجاتيف 3 واي باور 2 بعد كده نحط هنا الايه الواي باور 2 هنا في 1 على فكره نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 ما تقوليش يا عم بالكالكوليتر هتشيل قبح هتشيل قبح كبير اتعلم لان الحاجات ديت قايمه عليها في الدروس اللي جايه برضو بقيه اليونت كله نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 الساين هنا بيكون سيميلر فهنجمع هيطلع لك 4 وبرده بنحط الساين بتاع الجريتر الجريتر هنا بالنيجاتيف فهنحط هنا النيجاتيف ونحط هنا ايه y باور 2 هتكون نيجاتيف 4 y باور 2 نيجاتيف 4 y باور 2 برده زيها هنا سبتراكت فروم نعمل ماينس اللي بعد كلمه فروم اللي هو ده 9x باور 2y وهنا نيجاتيف 6x باور 2y هنا نيجاتيف والنيجاتيف هيكون بوزيتيف وبعد كده هنجيب الصم بتاعتهم 9 بلس 6 هيكون ايكوالز 15 اكس باور 2y طب هنا لما يجي يقول لك بقى انكريز اوف وذان انكريز اوف وذان ما دام قال لك انكريز اوف انا قلت لك انكريز بتعمل ماينس فعلا بس ما بتغيرش يعني ماينس الفيرست بيجي زي ما هو والسكند بيجي زي ما هو هنا نيجاتيف ونيجاتيف هيكون هنا ايه بوزيتيف نيجاتيف ونيجاتيف هيكون بوزيتيف بقت عندك 5 ماينس 2 5 ماينس 2 هيكون ايكوالز 3 هيكون ايكوالز الايه 3 الاكس 5 ماينس 2 هيكون ايكوال 3 وهيكون ايكوالز في الاخر 3 الاكس يبقى انكريز اوف معناها ماينس بس ما بتغيرش برضو انكريز اوف وذان ماينس دي تيجي الاول 3a باور 2p وهنجيب بقى ال a باور 2 ديت b هنا في 1 شوف 3 ماينس ال 1 2 ما تقولش بقى 3a باور 2b ماينس 1a باور 2b انت كده هتنسى
انت كده هتنسى. فانا بقول له هنا بقى ايه 3 minus 1 equals 2 a power 2b. بس decrease of than كلمة decrease كلمة decrease هتبقى معناه برضو minus تمام، بس لازم اللي بعد than ديت بتيجي الاول، عاملة بالظبط زي كلمة subtract from، يعني 2a بتتحط هنا في الاول وده هنا ورا، نيجاتيف ونيجاتيف هتكون بوزيتيف. 2 بلس 3 ايكوالز 5، 5 اي بي بس، يبقى انكريز اوف ما بتغيرش، بتعمل ماينس بس ما بتغيرش. ذا ريزلت اوف سبتراكتنج 3 اي فروم، خلاص بقى احنا فهمناها، سبتراكت يعني ماينس، اللي بعد كلمه فروم بيجي الاول اللي هو 7 اي وهنا 3 اي، 7 ماينس 3 هيكون ايكوالز 4 اي، برضه نفس الفكره نعمل ماينس واللي بعد كلمه فروم بيجي الاول 5 اكس باور 2، بنجيب ديت نيجاتيف 3 اكس باور 2، نيجاتيف ونيجاتيف هتكون بوزيتيف، 5 بلس 3 هتكون ايكوالز 8 اكس باور 2، سبتراكت وفروم هنحل ديت ماينس 8، اللي بعد كلمه فروم هنا جايب لك هنا 0 هتحط 0 وهنا هيكون 2m، فالانسر هنا بقى هيكون ايه؟ هيكون عادي يا مستر اي حاجه بتيجي مع الزيرو بتبقى هي هياها، فالانسر هنا هيكون 2m. غلط ليه؟ لان ساعتها في قدام ال 2m هنا في نيجاتيف هتجيبها برضو مستر، هي نيجاتيف ولا ماينس؟ ما هي هي الاثنين واحد، الاثنين واحد فنيجاتيف، ودي برضو هنعمل ماينس، واللي بعد كلمه فروم اللي هو نيجاتيف 3x وهنا 2x. شوف هنا بقى عشان الناس اللي بتتلخبط في الاديشن والسبتراكشن، انا عندي نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 او ماينس 2، الساين هنا بيكونوا لايكس يكونوا شبه بعض، فهنعمل ايه؟ هنجيب الصم بتاعتها هيطلع لك بكام؟ بنيجاتيف 5 الاكس، نيجاتيف 5 الاكس، هنجيب الصم ونحط الساين بتاع الجريتر، مين الجريتر اللي هو 3؟ يعني بتحط هتجمع وتحط الساين بتاع مين؟ بتاع الجريتر. increased by هنا increased by مش اي مشكله ماينس، بس ايه دي الطيبه اللي ما بتغيرش، هنا 5a minus 3a هتكون equals 2a، ودي برضو زيها ماينس برضو اهي، هنحلها هنا ما بتغيرش 7x، ودي جايه وراها negative 3 الx، negative negative هتكون positive، 3 بلس 3 هتكون ايكوالز 10 الاكس. طب الديكريز، لا الديكريز ده بيتغير بقى ماينس، اللي بعديه اللي بعد الديكريز ده بيجي الاول، وهنا ال 4x، وهنا يكون 4x هيطلع لك بالاخر بكام؟ 3x، هنا برضو ماينس، اللي بعدها هنا 3x، ودي جاي وراه برضو 5x، 3 ماينس ال 5 هتكون ايكوالز نيجاتيف 2. شوف انا عملت ايه تاني كده، عملت ايه الساين هنا ديفرنت، فبتعمل سبتراكت هيطلع لك ب 2، وما تنساش انك تحط الساين بتاع الجريتر، مين الجريتر هنا؟ اللي هو ال 5 هيكون بالنيجاتيف، ونحط هنا اكس بس 2x decreases، يعني في اخر مره بقى بي ايه بيقول لك، يعني عشان بس ناكد لك المعلومه عشان انت بتنسى كتير قوي، ماينس الديكريزز بتغير، دي بتيجي في الاول ودي بتيجي هنا، 4x minus 2x هيطلع لك الانسر 2x، يبقى هنا هيكون 2x، اما increases ما فيش في اي حاجه ماينس عادي جدا، وبتجيب الاولاني في الاول والتاني في التاني ما فيش اي مشكله، 2 minus 4 الساين بتكون ديفرنت، فنعمل سبتراكت فهتبقى 2 الاكس، ونحط الساين بتاع الجريتر اللي هو ال 4، الساين بتاعته بيكون هنا ايه؟ نيجاتيف، هيكون نيجاتيف. ولكن which of the following are two likes algebraic theorem؟ two likes يعني بيكون ال variables بيكونوا شبه بعض، هيكون هنا مين؟ ال like algebraic theorem يعني ال variables بيكونوا شبه بعض، ما بتبصش على النمبرز، دي x باور 2 ودي x، لا مش هتنفع. طيب دي x باور 2 ودي x باور 7 برضه مش هتنفع. انا عندي هنا b باور 2a ودي a b باور 2، الله ما شبه بعض، شبه بعض بس غيرهم،
ما شبه بعض بس غيرهم، دي بي باور 2 ودي بي باور 2 ودي ايه ودي ايه، يبقى هي هتكون لتر سي. طب هنا بيقول لك which of the following algebraic term is like the algebraic term، من هنا اللي هيكون لايك لده، يعني x باور 2 y، x باور 2 y دي ادي x باور 2 اهيت بدل y اهيت لتر بي. طيب ده انت جاي تهزر، 7 minus 2 5 x باور 2. طب هنا بيقول لي 2 minus 2 0، 2 minus 2 هيطلع لك ب 0 اهوت، ما يضحكش عليك 2 minus 2 0. عارف عارف لو ما كانش الفاريبلز هنا شبه بعضها، يعني لو ما كانوش هنا لايك تيرم كنت هسيبها زي ما هي. طب هنا بيقول لي برضو هنا الاكس باور 2 ودي اكس باور 2 وهنا ايه وهنا، انا بتاكد بس، فالانسر هنا يطلع لك بقى كام؟ هنا انا عندي هنا هاف بلس هاف، هاف بلس هاف ايكوالز ال1، يعني هاف بلس هاف ايكوالز ال1 حاجه بديهيه يعني حاجه معروفه، يعني لا هتطلع دي ولا دي ولا دي اكيد دي 1. طب هنا بيقول لي ايه بلس ايه بلس ايه، فايه بلس ايه بلس ايه هنا 1 وهنا 1 وهنا 1، 1 بلس 1 بلس 1 يديني 3، هيكون 3 ايه. ما تقوليش بقى ايه باور 3 غلط، الكلام ده في المالتبلاي لسه هناخدها. هنا بقى في كويتشن نمبر 5 نمبر 1 بيقول لك هنا ايه 2a باور 2 بلس 1 ايكوال 7a باور 2، طبعا هتكون هنا 2 بلس a بيديني 7 هتكون 2 بلس 5، ما تنساش تحط الفاريبل. 3 ماينس 1 ايكوال 1 هيكون طبعا هنا 2x باور 2، 2m باور 2 بلس 1 ايكوال 0، الترم ده بلس ايه يديني زيرو، اكيد الاكيد اكيد لو انت دماغك شغاله الاداتيف انفرس، يعني 2 مع ايه بيديني زيرو مع نيجاتيف 2 ام باور 2، نيجاتيف 2 ام باور 2، 2a باور 2b ماينس 1 ايكوال 7a باور 2b. هنا بيجي يقول لك هنا ايه 5 ماينس 1 ايكوال 7، طبعا انت بقى هتبقى عامل زي البطيخه وتقوم قايل هنا 2 حبيبي 5 ماينس 2 يديني 7، لا 5 بلس 2 يبقى 5 بلس 2، طب دي جايه ماينس 2 نحط لك كمان ماينس، اشمعنى؟ عشان نيجاتيف ونيجاتيف تكون بوست، عشان نيجاتيف ونيجاتيف تكون هنا ايه بوزيتيف، ونحط نفس الايه الفاريبلز. يبقى لازم تركز في الكلام، لازم تركز في كل سؤال. هنا بيقول لك 3 بلس 2 ايكوالز 1 ماينس 2 هيكون ايكوالز الايه؟ هنحل ده الاول كده، يعني 3 بلس 2 ايكوالز الايه 5، يبقى نمبر ماينس 2 يديني 5، او ممكن انت تخليها العكس، يعني نيجاتيف 2 ديت زي الايكويجن لما تروح الاذر سايد هتروح بالبلس، هتروح هناك بالايه بالبلس، يبقى ممكن تجيبها بالمنتال وممكن توديها زي الايكويشنز كده، نمبر اكنسل منه 2 يديني 5 هتكون 7، وبنحط نفس الايه الفاريبلز. يبقى تاني انت عندك هنا 3 بلس، خد النمبرز عشان ايه ما تلخبطش نفسك، هنا 3 بلس 2 كل ده يكون ايكوالز الايه 5 ايكوال اهوت ماينس 2، حل الايكويشن، مش دي ايكويشن؟ اه دي ايكويشن، هنودي النيجاتيف 2 ديت هناك بالبلس، يعني 5 بلس 2، 5 بلس 2 ايكوالز الايه 7، يبقى هنا 7 a باور 2 b بس. طب هنا بيقول لك 4x ماينس y ايكوالز 11، y ايكوالز 3x، انا عايز الفاليو بتاعت الاكس. كل اللي انت هتعمله هنا انت هتعمل سبستيتيوشن عن الواي هنشيلها ونحط مكانها 3x، يعني هقول هنا 4x ماينس الواي ده هنشيله ونحطه مكانه 3x، كل ده بيكون ايكوالز 11، 4x ماينس 3x ايكوالز 1x ايكوالز 11، يبقى الاكس هنا يكون ايكوالز الايه 11. يبقى انا عملت ايه؟ شلت الواي ده دهيت وحطيت مكانها ليه 3x، فحليت بقى الايكويشنز، الاي ايكوالز 2b، البي ايكوالز 15، then the numerical value of the expressions a plus 2b plus 5، يعني انت هتشيل
شوف بقى ركز في الحته اللي جايه دي، بيقول لك هنا a plus 2p plus 5. انت عندك هنا البي اهيت ب 15 وعندك الاي اهيت ب 2p. ركز بقى في الحته اللي جايه دي، السؤال ده جميل. الاي مش جايب يعني مش جايبها كلها على بعضها بكام، بس قال لي هنا ب 2p. الاي ايكوالز 2b، يعني ايه 2b؟ يعني 2 ملتبلاي البي. طب والبي اصلا بكام؟ جايبها لك هنا اصلا ب 15، يعني ايكوالز كام؟ 30. يبقى انا عرفت خلاص ان الـ ان الاي هتكون ب 30. انا عرفت خلاص ان الاي هتكون ب 30. يبقى نحط هنا 30. انا عرفت ان الاي هتكون ب 30، هنحط هنا 30. وهنا 2 ملتبلاي البي تاني برضو. ال 2 ملتبلاي تي برضو. ركز في الكلام، ال 2 بي ما احنا لسه مطلعينها ب 30 برضو. بلس ال 5، مش فاهم حاجة، تاني. قال لي هنا إن الـ A equals 2P، يعني الـ A equals 2 multiply الـ B، يعني 2 multiply الـ B اللي هي 15 equals 30. يبقى الـ A دي بكام؟ بـ 30. الـ 2B بكام؟ بـ 30. يبقى الـ A دي بـ 30. والـ 2 برضه بـ 30. 30 بلس 30 60. بلس ال 5 هيكون ايكوالز ال 60 ال 5. هنا بيقول لك ذا بريمتر اوف ذا اوبزيت ريكتانجل. ذا بريمتر اوف ذا اوبزيت ريكتانجل، طبعا انت عارف البريمتر ان انا بجيب السم اوف ذا اوت لاين. يعني هنا في 7 اكس بلس 4 اكس، وده برضه هيطلع 4 اكس، وده برضه هيطلع لك ب 7 اكس. يا اما ممكن طريقه ثانيه نجيب ده بلس ده ونطلع ملتبلاي 2. يبقى 7 اكس بلس 4 اكس واللي يطلع نعمله ملتبلاي 2، هو ده البريميتر. 7 بلس 4 هيطلع لك ب 11 اكس ملتبلاي 2، يعني يطلع لك في الاخر 22 اكس. في واحد مش حافظ القوانين، خلاص نجيب السم بتاع كل دول. 7 بلس 4 11، و 4 بلس 7 برضه 11. 11 بلس 11 هيكون ايكوال زي 22 الاكس. طيب ديت عايزين نجيب البريميتر بتاعت الشكل ده. هتعمل كت للشكل كده، فيبقى عندك البارت ده باكس، فالاوبزيت ده برضه هيطلع لك برضه باكس. الاوبزيت ساد ده باكس، وده ب 3 اكس، فالاوبزيت ده برضه هيطلع لك برضه ب 3 اكس. وبرضه كالعاده بتجيب السم اوف ذا اوت لاين. هنجيب 3 اكس بلس 3 بلس، طب ديت بقى بكام بقى؟ برضه هنعمل كت كده، فيكون عندك هنا دي 2x، فدي برضه هيطلع لك برضه ب 2x. يبقى ده هيطلع لك بكام؟ ال 2x من 3x يطلع لك دي ب 1x. دي ب 2x ودي برضه 2x، فالريميندر من هنا من 3x هنا هنا 1x، هنشيل دي. فالاوبزيت ده برضه باكس. نعد بقى الاكسز، الاكسز هنا. انا عندي 3 بلس 1 كده 4 بلس 2 6 بلس 1 7 بلس 1 كمان 8 بلس 3 11 بلس 3 11 بلس 3 هيطلع لك في الاخر بكام؟ 14 الاكس 14 الاكس.